نحن نركز في الاستعدادات لاستقبال رئيس الجمهورية اللي واكبنا في هذه الزيارة، واكبناها وفهمنا على الموريتانيا على أنها كانت فاصلة محمد عبد العزيز. خالق صفقة كانت معدلة الموريتان سابقا مش محمد عبد العزيز، كان لها عادين قالها موريتاني شانيني شنيني فهم. ومنين جاء محمد عبد العزيز رجعت له موريتان، الحق لا يتنباع والحق الكدية لا يتنباع والحق الثروات لا يتنباع، وجيشنا هو وحدتنا ورمز قوتنا ورمز سيادتنا، وشاكرين هذه قناة شنقيط اللي في علم الله تعالى ما بقات بريدة ما واكبتها، وقناة محترمة ومسؤولة وفي كل بريدة فيها، وقايلة أنا على أنها هي رقم واحد الحقيقة الورانية هذه القناة بمسؤولية وبحيادية تامة، لكن تسمعتني به وإحنا عاطينها رقم واحد في موريتانيا.